اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقه او الفقره الثانيه، دايما فقره ثابته مع دكتور احمد ثابت، نتكلم عن الاحصاءات والارقام وماذا تقول الارقام والاحصاءات في مباراه اليوم ما بين النادي الاهلي في ذهاب دور ال64 ما بين النادي الاهلي ونادي اطلع بره جنوب السودان. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. بارك كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير، وعيد سعيد ان شاء الله كده على الساده المشاهدين يا رب ان شاء الله. خليني اقول برضو لحضراتكم مره اخرى تشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه: علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف، سلية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد أزارو. ده تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة. أما الاحتياطي النادي الأهلي في هذه المباراة: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، واستبعاد الثلاثي الجديد في النادي الأهلي سواء أليو ديانج أو أفشا أو محمود متولي. دكتور أحمد، مباراة الكل بيعتقد أنها سهلة، وهي بالفعل تاريخ أو فارق من ناحية الفنية، من ناحية التاريخية، من ناحية الاسم، من ناحية كل شيء، فارق كبير جدا ما بين الناديين. ولكن دايما المباريات السهلة أو بدايات البطولة النادي الأهلي دايما لما بينظر للنهائي أو بينظر للكاس لا ينظر إلى البداية، ولكن يجب أن تمر بمثل هذه المحطة. طبعا علينا الأول احترام الصغير قبل الكبير، يعني لازم أن أنت تحترم الفرق المنافسة كلها، لازم تديها احترامها وتذاكرها كويس وتذاكر نقاط قوتها ونقاط ضعفها بشكل مميز جدا. يمكن فريق اطلع بره هو اسمه اطلع بره، طبعا هو تبع جنوب السودان، جنوب السودان مختلفة أو دولة مختلفة عن السودان. ليه سمي نادي اطلع بره؟ طبقا لحي أو شارع هناك اسمه اطلع بره، كان في مشكله سياسيه، كان في هناك ان الجيش بيروح للشعب هناك، فكان دايما يناديهم يقول لهم بالليل دايما اطلع بره اطلع بره، فعشان كده سمي النادي طبقا للحي ده اطلع بره، حي شهير جدا في جنوب السودان. ده يمكن سبب التسميه بتاع النادي. النادي يمكن دي ثالث مشاركه ليه في دوري ابطال افريقيا، علينا طبعا باحترامه، ومهم جدا جدا ان انت تسجل هدف مبكر في اول ربع ساعه دايما في الفرق الصغيره، دايما في اي فريق ان انت تسجل هدف مبكر تفتح لك المباراه. ولازم النهارده البدايات دايما هي اللي بتصنع الفارق. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله لما يجيب نتيجه تقيله تكسب بنتيجه كبيره تخوف المنافسين وتدي رساله، يمكن دي صورتهم الموجوده لفريق نادي اطلع بره، تدي رساله لجميع المنافسين. التيشيرت شبه التيشيرت بتاعهم النهارده قصدك يعني ولا اوعى تكون لابس بنطلون ازرق تبقى مشكله. لا لا اسود. او لابس كمان جاكيت ازرق، ده 100 100. خلي بالكوا احمد ثابت النهارده جاي. فطبعا فريق يعني يطلع بره علينا طبعا باحترامه، يمكن هم بيلعبوا بال 4-5-1، يمكن هم اتفرجت اليوم على مباريتين معانا، يمكن ليهم فيديوهات حصريه لبرنامج ملعب الاهلي. الفيديوهات اول مره هنشوفها فريق ازاي بيلعب، بطريقه لعبهم ازاي، يمكن هم بيلعبوا 4-5-1، يمكن دي طريقه لعبهم والتشكيل. معلش يا سامت، هو بيسيحوا لك دلوقتي استاذ سمير بيلعبني. اتفضل يا عم. طبعا التشكيل يعني المتوقع بتاعهم، هم بيلعبوا 4-5-1، يمكن في حراسه المرمى خميس دانيال ده رقم واحد، الاثنين المساكين اوكينا ومصطفى سالم، في اليمين بيلعب يعقوب ادم والباك الشمال لام. الارتكاز بتاعهم بيلعبوا بثلاثة ارتكاز: عبد الكريم رقم 6، وبيتر صندي رقم 5، مانديلا رقم 20، والثلاثة اللي قدام دول بقى نركز عليهم شوية. طبعا هو المدير الفني بتاعهم اسمه موريس ميكائيل. الثلاثة اللي قدام اختارهم ادريسي، يمكن الجهاز الفني تابع الفرقة دي بشكل كويس جدا. ادريسي رقم 11 اللي هو المهاجم، ورقم 7 جيمي ميكائيل ده مميز بعرضياته، ونيلسون مانديلا اللي هو اللعيب الأشول اللي بيلعب ناحية الشمال، لعيب برضه كورته حلوة نوعا ما، يمكن دول الثلاثة اللي فيهم شوية ايه نقطة الخطورة أو نقطة القوة عندهم. نعم. لكن الفريق يمكن لو بصينا بقى على إحصائيات، هم لعبوا ماتشين عندهم يمكن بطولة كده في وسط وشرق أفريقيا، لعبوا ماتشين مع كامبالا ولعبوا مع مازيمبي. في ماتش كامبالا سيتي يمكن لو بصينا هنلاقي إن الإحصائيات قدامنا على الشاشة، الماتش خلص 1-1. أهم حاجة في الإحصائية دي إيه؟ نبص على الأوفسايد. إحصائية الأوفسايد هنلاقي 7-2، 7 ديت على لاعبي كامبالا سيتي. يعني 7 حالات تسلل على لاعبي كامبالا سيتي. دليل ايه؟ دليل ان فريق اطلع بره بيلعب على ايه؟ على مصيده التسلل، بيلعب دفاع متقدم طبعا بطريقه عشوائيه. يعني في فرق ما بين التكتيك والتكنيك. التكنيك ان المدرب بتاعهم بيوظفهم ان انا هلعب دفاع متقدم،
لكن التكنيك طبعا ان انت ازاي توظف الدفاع المتقدم ده. فهم بيلعبوا دفاع متقدم برضو، لو بصينا على الاحصائيات هم لعبوا مازيمبي قدام نادي اطلع بره اهو، النتيجه كانت 6-1، خسروا من مازيمبي 6-1 في البطوله دي، دي كانت من شهرين او من شهر. يمكن لو بصينا على التسلل هنلاقي ان لاعبي مازيمبي وقعوا في التسلل برضو 6 مرات. اذا الفريق دوت بيلعب على الدفاع المتقدم. اذا النهارده في فرصه مثاليه لوليد ازارو مهاجم النادي الاهلي اللي هو بيمتلك السرعات، ان انت قدامك فريق بيلعب بدفاع متقدم ولكن التكنيك بتاعه مش بيطبقوا الدفاع المتقدم بطريقه مميزه اكيد، لان هم دفاعهم عشوائي جدا، وهنتكلم دلوقتي على نقاط الضعف وهنشوفها. يمكن هم وليد ازارو عنده فرصه كويسه ان هو النهارده يبدا بقى يسجل وياخد وينافس على هداف دوري ابطال افريقيا من بدري. دايما لما تسجل بدري وتجيب هدفين او ثلاثه في المباريات التمهيديه دي بتفرق جدا طبعا. يعني دايما بنشوف مثلا بتتكون بتخش في دور المجموعات مثلا بتجيب هدفين ثلاثه بتوصل لثمانيه تسعه. اذا النهارده مباراه مهمه جدا لوليد ازارو ان انت تدخل وتسجل في قائمه الهدافين بتاع دوري ابطال افريقيا. طبعا يمكن احنا اتكلمنا على الثلاثه اللي قدام، قلنا يمكن هم رقم 7 المميز بالعرضيات جيمي ميكائيل، ورقم 10 نيلسون مانديلا، ورقم 11 ادريسي اللي هو الهداف بتاعهم رقم 11. اشهر حاجات عندهم في نقاط الضعف زي ما قلنا هم بيلعبوا ايه بدفاع متقدم، عندهم مساحات كتيره. يعني الفريق ده زي ما قلنا بيلعب بيه 4-3-1، دايما الدفاع بتاعهم بيبقى متقدم. فاذا عندك وليد ازارو يقدر يستغل المساحات اللي ورا الدفاع دي بصوره مثاليه، خاصه كمان ان بادئ لعيب زي صالح جمعه لعيب مميز جدا بالتمرير الطولي، وعندك حمدي فتحي والسوليه هيدوك السيطره والاستحواذ في وسط الملعب، وصالح جمعه يقدر يدي تمريرات طوليه مميزه جدا لوليد ازارو قدام الدفاع المتقدم اللي بيلعب فيه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. يمكن لو شفنا بقى نقاط الضعف، نقاط الضعف كتير جدا بالفيديوهات. الفيديوهات دي اول حاجه، اول فيديو معانا حالات كتير جدا، يمكن دي الفيديوهات دي حصريه لبرنامج ملعب الاهلي. اول حاجه نبص هم اللي لابسين اصفر طبعا، نبص الهدف جاي منين زيك جاي طبعا منين، جاي من الباك الشمال. المساحات اللي ورا الباك الشمال، بص حضرتك المساحات اللي ورا الباك الشمال عندهم محمد هاني، ادي ده مثلا لو محمد هاني بيعمل العرضيه دي في الباك الشمال عندهم ثغره دفاعيه واضحه. محمد هاني النهارده دوره مهم جدا في التقدم واستغلال الباك الشمال. ادي كوره اهي تاني عدت من الباك الشمال، بص اهو ايوه عدت من الباك الشمال برضو واتلعبت هجمه خطيره. كل الفرص الخطره في المباريات اللي هي البطوله اللي لعبوها الاخيره، ادي برضو قدام مازيمبي، مازيمبي بيعمل عرضيه اهو، الباك الشمال دايما عنده حاله من السرحان. كل هجمه خطيره لفريق للفرقه برضه اهو، ده مازيمبي اهو، دي جت هدف اهو عرضيه. الباك الشمال عندهم دايما كل الحالات للفرقه ديت عندهم مشكله ناحيه الباك الشمال. اذا محمد هاني وحسين الشحات النهارده في الجبهه دي يقدروا يصنعوا منها الفارق. أيوه. دي اول نقطه ضعف واضحه في الفرقه دي الناحيه الشمال. ده برضو دي بقى مشكله العرضيات. الفيديو الثاني اللي معانا اهو العرضيات، عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه، التمركز دي يمكن الفريق طبعا فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي والفريق دوت، ولكن التمركز في الكرات العرضيه الخط الدفاع سيء جدا زي ما احنا شايفين. النهارده نقدر نستغل، ادي برضو ادي علي معلول لما ينطلق من ناحيه الشمال، ده مازيمبي قدامهم. اذا النهارده الاطراف دورها مهم جدا. الفيديو ده بيبين كده ان محمد هاني وعلي معلول مهم جدا الاطراف تشتغل بشكل كويس جدا، يطيروا دايما، نفتح الملعب دايما للاطراف ونستغلها. الفيديو اللي بعد كده معانا ده التمرير الطولي، بص حضرتك الدفاع بتاعهم عشوائي جدا، سهل جدا ان انت تفوت منه في 1-1. ادي تمرير طولي في ظهر الدفاع، عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، يعني الباك الشمال والكرات العرضيه والتمرير الطولي، الثلاث حاجات. اذا يعني الفيديو مخصص، ادي برده تمرير طولي اهو، كل المشاكل الدفاعيه الموجوده في فريق اطلع بره هتلاقيها موجوده. تقدر محمد هاني يستغل الجبهه اليمين، علي معلول يقدر يستغل الجبهه الشمال، الاختراقات من العمق سواء من وليد ازارو، قلنا ان الفريق ده بيلعب دفاع متقدم زي ما احنا شايفين دايما كلهم واقفين بره ال 18، فسهل جدا ان انت تخترقهم سواء من العمق او من الاطراف بالكرات العرضيه. ادي اهي هم زي ما احنا شايفين كده الفريق كله واقف بره ال 18. فعندهم عيوب دفاعيه كتيره جدا نقدر ان شاء الله ان هي نستغلها، بس هتستغلها ازاي؟ بالهدف المبكر. تمام، لو جبت هدف في اول 10 دقائق او ربع ساعه سهل جدا ان انت المباراه تفتح ان شاء الله. دي حاجة مهمة جدا للنادي الاهلي النهارده. يمكن احنا قلنا المشاكل رقم واحد المساحات اللي ورا الباك الشمال، قلنا محمد هاني وحسين الشحات يقدروا يستغلوها. المشكلة التانية عندهم قلنا التمركز في الكرات العرضية سيئين جدا قلبين الدفاع، سهل كمان ان هم عندهم البطء. النقطة الثالثة ان البطء بتاع قلبين الدفاع ده مع ان انت بتلعب دفاع متقدم سهل جدا وليد ازارو يستغل البطء الموجود، وان انت وسرعات وليد ازارو سهل ان هم يرتكبوا معاه ضربات جزاء، سهل ان هو يجيب اهداف
والنهارده وليد ازارو قدامه فرصه ذهبيه ان هو يبقى منافس قوي جدا على هداف دوري ابطال افريقيا من البدايه. دايما البدايات بتفرق، والبدايات هي اللي بتصنع الفارق وبتدي رسائل للمنافسين. ايوه. النقطة الرابعة برضو زي ما قلنا التمركز في الكرات العرضية بصفة عامة سيء جدا للفريدة، فإذا عندهم مشاكل كتير جدا نقدر إن احنا إن شاء الله نستغلها النهاردة وتبقى بداية كويسة. يمكن شفنا بيراميدز امبارح إدى رسالة كويسة للمنافسين في الكونفدرالية، إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يدي رسالة كويسة للمنافسين. تمام، طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز تقول حاجه عن النادي الاهلي؟ طبعا بالنسبه يمكن النادي الاهلي النهارده يمكن التشكيله الناس ممكن تتكلم على الصفقات تدريجيا واحده واحده، ممكن كان ممكن في بعض اللعيبه ممكن كانت تدخل زي مثلا قفشه ممكن يصنع الفارق مثلا في الشوط الثاني، ولكن طبعا هي رؤيه الايه الجهاز الفني ان هو عايز يثبت التشكيل، عايز يحافظ على التشكيل ويبدا يدخلهم بالتدريج. ولكن في لعيب زي كان مثلا قفشه ممكن اعتقد ان هو ممكن في المباريات الجايه يدخل لانه ممكن يصنع الفارق، خاصه النهارده كنت شايف ان هو ممكن يكون له دور. صالح جمعه مثلا ملوش بديل النهارده في الدكه، يعني البودلاء احمد الشيخ اجايه جرالدو مفيش صانع العاب مميز قوي، فكان قفشه ممكن يكون له دور النهارده دي يمكن. لكن طبعا التشكيله يعني تشكيله مثاليه للنادي الاهلي، حمدي فتحي وعمرو السوليه يعني ثنائيه ممتازه جدا في وسط الملعب، هتديك السيطره والاستحواذ في وسط الملعب، خاصه لعيب زي حمدي فتحي ده اصبح العمود الفقري للنادي الاهلي في وسط الملعب. صالح جمعه ان شاء الله يعني يديك تمريرات طوليه ويديك تسديدات تقدر ان انت تستغله النهارده ان هو يدي تمرير طولي لوليد ازارو يستغل الدفاع المتقدم اللي اتكلمنا عليه، وقلنا الناحيه الثانيه حسين الشحات والحاله الاخيره اللي بيمر فيها حاله الفوقان اللي بيمر فيها حسين الشحات يقدر يستغل الثغره الموجوده ناحيه الباك الشمال مع محمد هاني برضو بيمر بفتره طيبه جدا. علي معلول لاعب الموسم في الموسم اللي فات مع النادي الاهلي يقدر ان هو يستغل ويعمل عرضيات برضو، وعلي معلول على فكره كان مقدم بطوله كويسه جدا في دوري ابطال افريقيا برضو السنه اللي فاتت، هو لاعب الموسم كدوري ودوري ابطال افريقيا، فعلي معلول برضو نقدر ان نستغل خبراته. رمضان صبحي وعلي معلول والجبهه الشمال القويه، فاذا التشكيله برضو جاهزه وثبات رامي ربيعه وايمن اشرف في خط الدفاع. يمكن هو برضه مدي فرصه لعلي لطفي في المباراه دي ان هو يبدا ياخد من بدري ويعمل عمليه الروتيشن يعني. تمام، يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله بعد المباراه نشوف بقى اهم الارقام والاحصاءات في هذه المباراه، واهم الارقام تحديدا للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، لان عندنا او تحضيرا طبعا لمباراه اهم واقوى الحقيقه يوم السبت القادم، دي هنتكلم عنها في وقتها. خلينا انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. شكرا لحضرتك. هنطلع تقرير عن ضربه البدايه، ضربه البدايه دائما ان شاء الله ما تكون جيده للنادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا الثالثه والاخيره قبل المباراه، ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، هيحللوا لنا اداء النادي الاهلي او النادي الاهلي هيلعب ازاي، وايضا هيكلمونا عن الغيابات اللي موجوده وعن كل شيء يخص هذه المباراه. نطلع نشوف تقرير ضربه البدايه للنادي الاهلي، وبعد كده نرجع نستقبل نجومنا الكبار.